خد الموبايل بقى. سهل الكلام ولا ايه؟ طيب يا جماعه يوسف قناه الله يستر علينا وعليكم. ماشي، اول حاجه عايزين نشوف الاستاتيكال ديتيرمينانس والان ديتيرمينانس. عندي فريم بالمنظر ده كده، خلاص عايز اعرف الفريم ده ديتيرمينت ولا ان ديتيرمينت. اعرف ازاي؟ ماشي، كنا بنجيب حاجه اسمها الانون، ماشي، ونطرح منها حاجه اسمها الايكويشن، تمام، والفرق ما بينهم لو طلع اكبر من الزيرو تمام يبقى ده ان ديتيرمينت، لو طلع يساوي زيرو يبقى ده دي ديتيرمينت، لو طلع اقل من الزيرو يبقى ستاتيكالي انستيبل. خلاص؟ ماشي. طب اعمل انا ايه بقى؟ في طريقه ثانيه اسهل، احنا ممكن نعمل الكلام ده بس ايه ده الحاجات اللي هي السهله. في طريقه ثانيه اسهل واحلى. هعمل ايه بقى؟ قال لك خلاص الايكويشن الانون، انا هقول لك يعني الانون بتاعي هو 3 ام بلس الار. والايكويشن بتاعتي هي 3J بلس الاس. يبقى انا هطبق في المعادله دي. تمام؟ اول حاجه ايه الام؟ اللي هو النمبر اوف ممبر. اكتبوا ورايا عشان انتوا ما بتذاكروش. اكتبوا ورايا والله، ما انتوا ما بتفتحوش ورقه. لا لا، ما انا اكتبوا ورايا معلش. انا اصل انا جربت من اول الترم لحد دلوقتي ما حدش بيفتح الورقه ده، انا عارف. الورقه الحاجات المحلوله دي والله ما حد بيفتحها. نادرا ما حد بيفتحها. انا اصل انا عارف. ما انا اكتشفت من الترم. ماشي. خلاص، يبقى اول حاجه الام عدد الممبر. عندي كام ممبر؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه. يبقى الممبر بثلاثه. تمام. طب وعندي كام رياكشن؟ مش دي هنج سبورت، دي هنج سبورت. عندي كام رياكشن؟ اربعه. طب وعندي كام جوينت؟ انا عندي نقطه 2 3 4، عندي اربع نقط صح؟ يبقى جوينت باربعه. طب عندي كام كونديشنال ايكويشن؟ عندي اي انترميديت هنج؟ يبقى الاس دي. يبقى الاي اس او الديجري اوف انديترمنسي 3 في الام اللي هي 3 بلس 4 ناقص 3 في 4، كل ده هيطلع لك بواحد. واحد ولا واحد؟ المهم يعني ايه؟ واحد. خلاص؟ طب تعالى واحده ثانيه كده عشان تتاكد انتوا كويس. ماشي. تعالى نعد الممبر، عندي كام ممبر؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه، ادي سته، ادي سبعه، ماشي؟ يبقى الممبر يساوي سبعه. عندي كام رياكشن؟ دي هنج سبورت ودي هنج سبورت، يعني كام رياكشن؟ اربعه. عندي كام جوين؟ عد، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، ستة، سبعة. يبقى عندي سبعة شوية. عندي كام كونديشنال ايكويشن؟ واحدة بس، ما في انترميديت هنج. هشوف ماسكة كام ممبر، واحد اثنين، يبقى اثنين ناقص واحد بواحد. يبقى ثلاثة في سبعة بلس أربعة ناقص ثلاثة في سبعة بلس واحد، يطلع لك ثلاثة. يبقى سر ديجري في الانترميديت، اتفضل. انت بس كام جوينت؟ عيد الاثنين. بعيد النقط بس. يعني انا هقسم الانترميديت هنج نقطة. لا ايه مرتين دي؟ ادي نقطه، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه، ادي سته، انسى نقطه. سهل الكلام؟ سهل ولا ايه؟ اخوانا ردوا. طيب السؤال ده مش الثقه الجميله دي ما شفتهاش ليه في المترم؟ مش عارف. بص يا سيدي، دلوقتي احنا هنبدا في الايه، في الفريمز بقى. ماشي، عندنا حاجه اسمها فيكسد جوين او ريزد جوين. ماشي، يعني ايه فيكسد جوين او ريزد جوين؟ وعندنا حاجه ثانيه برضه اسمها ايه، هنج جوين. ماشي، يعني ايه ريزد جوين؟ يعني الواسطه دي كده هتفضل، الانجل دي هتفضل 90 يلفوا يلفوا مع بعض، بس برضه تفضل 90 درجه. تمام، ماسكين في بعض، تو ممبرز ماسكين في بعض، يلفوا مع بعض ما بيلفوش مع بعض، تفضل الانجل ما بينهم زي ما هي. ماشي، طب في حاجه ثانيه بقى الايه اسمها الهنج السب، الهنج الزويد. يعني ايه الهنج الزويد؟ يعني ده ممكن يتحرك وده كده عادي، زي دراعنا كده، ده ثابت وده بيتحرك عادي، كل واحد مالوش علاقه بالثاني. فساعتها لو انا عندي هنج زويد، هنج زويد، المومنت بتاع ده يساوي المومنت بتاع ده يساوي زيرو، المومنت ده زيرو صح كده؟ طب لو انا عندي جوينت او ريزد جوينت ساعتها الام، لو انا عرفت الام هنا
ام 1 يبقى ساعتها الام ده برضو ام 1 عشان يحصل حاجه اسمها ايكوليبريم اللي هي سميشن المومنت عند الجوينت دي كده يساوي 0 يبقى ام 1 ماينس ام 1 يساوي 0 خلاص هتفهموا الكلام ده في المسائل يعني بس انا عندي حاجه من الاثنين يا اما ريزد جوينت يا اما هنج جوينت ماشي الهنج جوينت المومنت سواء شمال المومنت بتاعها ب 0 تمام ده كده الام ب 0 ده كده الام ب 0 تمام طب لو انا عندي انا برضو عشان اقول لكم برضو عشان شفت برضو حاجات حلوه يعني هو معلش حاجه زي كده يعني بص انا حاطط فين برضو المنبر فوق اهو وادي الايه اللينك تحت المنبر بس المنبر فين المومنت فين ب 0 ايه المومنت فين ده كده اللي تحت المومنت بتاعه 0 لكن اللي فوق يا اما اللي فوق كله كده المومنت بتاعه 0 لكن ما حدش يقول لي ايه المومنت ليفت ب 0 المومنت رايت ب 0 المومنت تحت ب 0 لا مش كده هي شوف هي ماسكه ايه ماسكه ثلاثه ممبر يبقى ينفع ان انت تقول عليه ده يبقى الشمال واليمين واللي تحت ب 0 لكن هي ماسكه ايه ماسكه الممبر ده كده على بعضه بالممبر اللي تحت يبقى ده كده على بعضه يساوي 0 وده كده على بعضه يساوي 0 عشان لما حد يجيب لي البني مومنت ديجرام هنا في مومنت عادي كامل عادي ماشي احنا مثلا جينا على فريم ادي فريم اهو ماشي وجبنا الرياكشن ده 5 مثلا وده 10 وده كده 5 وده كده 10 ماشي جيت اجيب البني مومنت ديجرام قلت ايه هحسب في البدايه هنا ب 0 هحسب هنا المومنت الاقيه ايه 5 في 4 مثلا انا بس بقول لكم مثلا يعني المومنت ده طلع لي 20 فانا عايز اجيب البني مومنت هنا فهتقول ايه ده كده المومنت بتاعه 20 يبقى ده كده طالما دي ريزد جوينت ده بقى 20 حل بقى مسائل عشان تفهموا الكلام ده ماشي يبقى انا لو عندي ريزد جوينت تمام الريزد جوينت لو انا عارف المومنت ده تمام يبقى المومنت ده زي على طول ماشي هنحل مسائل بقى تفهموا كل الكلام ده ماشي قبل ما نبدا بقى ايه الجديد بقى في القصه بتاعت الفريمز ماشي اول حاجه الساين كونفنشن كنا بنقول ايه كان عندي ممبر واحد كده كان عندي ممبر واحد ماشي كان عندي ممبر كده ماشي كنا بنقول ايه بالنسبه للنورمال والشير اللي تحت نيجاتيف واللي فوق بوزيتيف صح كده لما كنا بنرسم نورمال وشير فورس دايجرام طب بالنسبه للبيندنج كنا بنقول اللي تحت بوزيتيف واللي فوق نيجاتيف صح طب دلوقتي بقى عندك ايه بقى عندك حاجه كده وحاجه كده عمود وكمرتين او عمودين وكمر ماشي بص بالنسبه للنورمال وبالنسبه للشير كل اللي جوه نيجاتيف وكل اللي بره بوزيتيف سهل الكلام طب بالنسبه للبيندنج بوزيتيف كل اللي جوه بوزيتيف وكل اللي بره نيجاتيف خلاص طب الصاير بقى اللي هو الشمال وطالع واليمين ونازل والكلام ده عامله ازاي؟ كان عندي الاول بيم كده صح؟ فكنا بنقول ايه؟ لو انت يا باشا هتحسب لي من الشمال يبقى الساين كونفنشن كده من الشمال وطالع من اليمين ونازل والمومنت اللي بيلف من الشمال مع عقارب الساعه ومن اليمين عكس عقارب الساعه وبيعمل لي شمال صح كده؟ ماشي عايز اشوف على العمود ده الساين كونفنشن ازاي وده عمود ده الساين كونفنشن ازاي؟ ماشي انت واقف جوه هي ليها طريقتين هقول لكم طريقتين انت واقف جوه ده على شمالك ولا على يمينك؟ شمال المنبر ده على شمالك والمنبر ده على يمينك صح؟ ماشي يبقى تاخد ده كده وتلفه 90 درجه ناحيه الشمال عشان تجيب الساين على المنبر ده يبقى ادي بوزيتيف اهو ودي لفت بقت كده ودي بقت كده وادي اهو 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 خلاص طب الساين كونفكشن على المنبر ده اهي هاخد ده كده والفه 90 درجه في الاتجاه ماشي؟ اهو أو هقول لك بقى دلوقتي حد معاه ورقة؟ أدي بالظبط كده بقى حد معاه ورقة؟ سيستم أدي فريم أهو حلو كده وأدي الساين كونفنشن أدي فريم أهو ماشي؟ ماشي أنا عايز أحل العمود ده وأحل العمود ده ماشي؟ عشان أحل العمود ده هلف الصفحة بحيث العمود ده يكون بالنسبة لي فوق ماشي طب عايز احل العمود ده هلف الصفحه بحيث العمود ده بالنسبه لي يكون فوق وتعامل ده كده اليمين بتاعك وده الشمال ده كده اليمين بتاعك وده كده الشمال خلاص يبقى هنحل ايه نلف الصفحه ماشي اجي ارسم على المنبر ده الف بحيث يكون ده فوق الف بحيث ده يكون فوق ماشي خلاص فهمتوا القصه دي القصه الساي كونفكشن والكلام ده اخر حاجه بقى زمان كنا بنعمل ايه اماكن اللي بنحسب عندها البني مومنت دايجرام كان فين اول واحد كل ممبر اول
واخر كل ممبر اول واخر اليونيكورن لود عن الكونسنتريتد فورس قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت. ماشي، هزود عليها ايه بقى؟ اي ريجيد كونكشن تاخد عندها بعدد الممبر. بمعنى لو انا عندي ريجيد كونكشن كده هاخد على الممبر ده والممبر ده. ماشي، طب لو انا عندي ريجيد كونكشن بالمنظر ده، هي ماسكه كام ممبر؟ 1 2 3 4 سيكشن هنا سيكشن هنا سيكشن. خلاص، يبقى هو ده الجديد. اي ريجيد جوينت عندي تمام هاخد عندها سكشن بعدد الممبر اللي ماسكه فيه. تمام، ادي الجوينت دي اهي ماسكه الممبر اللي على اليمين والممبر اللي تحت، يبقى سيكشن هنا سيكشن هنا. ادي الجوينت اهي يبقى سيكشن هنا سيكشن هنا سيكشن هنا سيكشن هنا. خلاص، فاهمين لحد دلوقتي؟ نبدا بقى ايه نحل الكلام ده كله، هيبقى واضح ان شاء الله. هل ازاي بقى؟ يقول لك اقسم النورمال واشيل البني، اعمل ايه؟ الانفورس الاولي والاكشن. اعمل ايه؟ اقسم الاكشن. ماشي. عارف تحسب الاكشن؟ ايه ده؟ لا يعني لا. احنا امتحنا ايه بالترم؟ تعرفه ولا ايه؟ ايوه. دي فيكسد. دي فيكسد عندها كام رياكشن؟ ثلاثة. ادي واحد، ادي اثنين، وادي موت، صح؟ هنحسب الاكس ازاي؟ طب مثلا الفيكسد تساوي زيرو. هيطلع لكم ده كده بواحد. نحسب الواي ازاي؟ سميشن اف واي زائد زيرو هيطلع لكم ده 3.5. المومنت بقى هيطلع لكم ب 3.75. ماشي، هعمل ايه بقى؟ هاخد الشكل ده اقسمه 3 مرات فاضي. ماشي، ادي مره نرجع تاني بقى. يعني ايه نورمال؟ يعني فرصه اتجاه الممبر، صح؟ يعني انا عندي ممبر افقي عشان يحصل عليه نورمال لازم تيجي له قوه افقيه، صح؟ طب لو ممبر راسي لازم تيجي له قوه راسيه، صح؟ ماشي. طب يعني ايه شير؟ يعني فرصه عموديه على الممبر. يعني انا عشان الممبر ده يحصل له شير لازم فرصه عموديه عليه. طب الممبر ده عشان يحصل له شير لازم فرصه عموديه عليه اللي هي افقيه، صح؟ تعالى بص على الممبر ده. اول حاجه، في هنا اي قوه افقيه؟ في هنا اي قوه افقيه؟ يبقى بزي. تعالى نحسب على العمود، او تعالى نحسب على الجين دي الاول. ماشي، خلص الافقي كله وبعد كده خش على الراسي كله. ماشي، تعالى على المنبر ده كده، في اي قوه افقيه؟ في اي قوه افقيه؟ يبقى بزي. تعالى نبدا على العمود. ماشي، تعالى اول حاجه ناخد سيكشن كده، في اي قوه في اتجاه العمود؟ هاخد السيكشن ازاي؟ هلف كده واحسب يا اما من فوق يا اما من تحت. تحب تحسبه من فوق ولا من تحت؟ اللي انتوا عايزينه والله. واحد، يا تحسب من فوق يبقى تاخد دي الاحمال اللي معاك، يا تحسب من تحت يبقى دي كل الاحمال اللي معاك. تحسب من فوق ولا من تحت؟ مالك يا عمر؟ انت حاسك نايم؟ اغسل وشك، اغسل وشك. طب نحسب من فوق، انا عندي فورس فيرتيكال عندي؟ اللي هي 1.5، صح؟ ماشي، يبقى انا عندي اول حاجه في 1.5، صح؟ بس انا بحسب من فوق. الفورس داخل عليا ولا خارجه مني؟ داخل عليا. يبقى كومبريشن وتنشن. يبقى اول حاجه، انتوا كله فاهم ولا بتشتغلوا؟ يبقى اول حاجه هاخد سيكشن كده وبص على كل اللي فوق. ماشي، يبقى النورمال عندي كام؟ عندي ماينس 1.5، صح كده؟
يعني ارسمه شمال ولا يمين؟ لو مفتوحه شمال او يمين اللي انت عايزه، لكن لو مقفوله يبقى كل اللي جوه نيجاتيف، كل اللي بره بوزيتيف. خلاص دي مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه. مفتوحه يعني ايه مفتوحه؟ اول حاجه مقفوله يعني في لوب كده مقفول خلاص من الارض اهو، كل دي مقفوله ماشي، لكن هنا عندنا مفتوحه فارسم شمال يمين اللي. بس حط الاشاره دي اهم حاجه ماشي. يبقى انا مثلا عندي ناقص 1.5 ماشي، هفضل مكمل مكمل لحد ما انت تقولوا لي ايه، خد سيكشن تاني ماشي. السكشن هنا كل ده برضو مزاد صح؟ 1.5 طب هنا كده؟ لسه لا في اتنين في دخل معايا ايه؟ يبقى انا لما كنت عند السكشن ده كده برضو 1.5 اول لما عديت الكانتليفر دخلت معايا الكانتليفر، طب الكانتليفر دي عليها ايه؟ عليها 2 1.5 يبقى انا عندي كام؟ 1.5 ضغط ولا شد؟ ضغط ماشي. يبقى انا هبقى هفضل ماشي هنا 1.5 بعد كده اطلع لايه؟ ل 3.5 هفضل نكمل لحد ما انت تقول لي ايه جالي قوه راسيه. في قوه راسيه؟ ماشي. تعالى بقى نشوف قفلت ولا لا. انا كنت هنا 3.5 ماشي؟ ادي نيجاتيف اهو وهنا 1.5. انا بهشر عمودي عديت، لما اديتهم راسي يبقى هشر على راسي. ماشي. تعالى نبص كده لو احنا حسبنا من تحت. النورمال عندي بكام؟ 3.5 طب ما هي 3.5 ماشي؟ كده انت اتاكدت ان انت عامل كله صح. ده كده النورمال. تعال نحسب الشيل. ده نورمال؟ اهو. لو عاملها؟ اهو بالظبط كده. طب ما الاثنين دي اصلا على يعتبر زي البيم يعني يعتبر. الاثنين؟ الواحد نفس الكلام. حلو قوي قوي. انت بتبص ليه؟ انت بترسم نورمال ليه؟ للعمود ولا للبيم؟ للعمود. حلو. تعال نشوف الاول حاجه البيم. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت بتشتغلني. ليه بقى؟ ما انت على البيم قلت ان النورمال بزيرو صح؟ وجيت على العمود قلت الايه؟ النورمال بزيرو. يعني ايه نورمال؟ يعني فرصه اتجاه الممبر تمام. ممكن الاثنين او الواحد ونص دي عموديه على الممبر الافقي ده صح؟ فما بتعملش على البيم اي نورمال، لكن الواحد ونص دي تمام في اتجاه العمود صح؟ يبقى تعمل على العمود ايه؟ ضغط. فانت كلامك صح. لو انت عندك بيم تمام، البيم دي وانت محطط عليها لود تايب كده وزنها ولا حاجه، فوزنها ما بيعملش عليها نورمال، ما بيشدهاش ولا بيضغطها، لكن هي نفسها تضغط العمود صح؟ فانا بشوف ايه؟ بشوف الفورس اللي في اتجاه الممبر اللي بحسب عليه. طب انا بحسب على عمود، يبقى اشوف القوه الراسيه كلها تمام، اخد سكشن وابص كل اللي جوه خلاص. يبقى العمود الواحد ونص دي في اتجاه العمود يبقى بتعمل عليه نورمال. حتى مش فيه، حتى على شماله مثلا على شماله او على يمينه ما هي مش شرط تكون عليه بالظبط. طب هي هتتنقله يعني، هي اي فورس تمام بتتنقل المكان اللي انت عليه بفورس ومومنت تمام، فهي بتتنقل زي ما هي الواحد ونص هتتنقل زي ما هي 1.5 خلاص ماشي. طب تعالى نحسب شيل فورس دياجرام. قول لي انت يا عمر بقى الشيل هنا بكام يا عمر؟ تاخد سيكشن يا بتبص من على الشمال هنا على اليمين صح؟ من على الشمال مفيش حاجه، يبقى الشير بكام؟ بزيرو. تعالى نحسب هنا اهو الشير بكام يا عمر؟ 1.5. البوست ولا نيجاتيف؟ 1.5. بص هنا من على الشمال، ايوه شمال تبقى بوست الشير نازل يعني نيجاتيف ماشي. مش احنا كنا بنطلع مع الطلعه وننزل مع نازل؟ يبقى هنزل يا عمر لحد هنا ايه؟ 1.5 صح؟ فرحناش ليه؟ حلو كلام؟ ماشي. تعالى بص معايا عمر بقى ايه؟ على العمود عشان تفهم القصه. هاخد سيكشن وابص من فوق او ابص من تحت ماشي؟ يعني ايه شيل؟ يعني فرصه عموديه على الممبر، الممبر بتاعي ده صح؟ يبقى اللي يعمل عليه شيل ايه؟ قوه افقيه صح؟ ماشي. تعالى نقطع كده. في اي قوه افقيه يا عمر؟ زيرو. صح يا عمر زيرو. هفضل ماشي بزيرو لحد ما انت تقول لي جالي ايه؟ قوه افقيه ماشي؟ زيرو 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 زيرو. حد الواحد. ايه؟ حد الواحد. جدع يا عمر. لحد الواحد. لحد الواحد. وبعدين انزل ولا اطلع؟ اطلع في الموجة. ماشي؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ اهو هتبص كده يبقى ده شمالك وده يمينك. تمام؟ هتبص الناحية التانية. تمام؟ ده اليمين وده الشمال، والشمال وطالع هطلع معاها مفيش مشاكل. ماشي؟ يعني ايه؟ هترسمها هنا او ترسمها هنا مفيش مشاكل، بس تحط الإشارة. ماشي؟ يبقى أنا لو بصيت كده تمام من اليمين ونازل بوست ولا نيجاتيف؟ من اليمين نازل بوست صح؟ يعني الشارع بتاعتنا هي. عايز تبص كده او تبص كده. من الشمال وطالع من اليمين ونازل، يبقى هفضل ماشي 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 لحد من اليمين هنزل، يبقى هطلع فوق واروح مكمل كده والاشاره بتاعتي بوست. واحد. سهل ولا مش سهل؟ مش عارف حاسسكم مش فاهمين. انا تمام. فاهمين يا باشا؟ ايه مش فاهمين الاشاره؟ حاضر. دي مثلا عملناها جوه سالب يبقى الثانيه اللي بره النقطه ولا مش شرط؟ لا مش شرط، ما هو لو مفتوحه
ارسم شمال او ارسم يمين بس احط لي اشاره بص ولا ايه خلاص. ونفس الكلام في النورمال، لكن لو مقفوله حاجه كلوز بيبقى كل اللي تحت نيجاتيف وكل اللي فوق بوزيتيف خلاص. لكن مفتوحه ما هو انت ممكن تقول لي ده اليمين بتاعي ولا الشمال بتاعي اي حاجه خلاص الاشاره صح شمال وطالع ماشي. تحبوا تبصوا ازاي يعني؟ حد بس يقول لي ايه يعني انت يعني بالنسبه لك ده جوه ولا بره اي حاجه؟ ما انا عايز مش ممكن لو قلبتها كده اي طب اقلبها كده هتحل بس بقى واحد اطلع وتفضل ماشي. يعني هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي اقلبها لي هعملها لك اهو. اهي ادي الجيم اهو ادي الكانتيليفر وعندك هنا واحد وعندك هنا ادي الفيكس. تعال نرسم الشيب فورز ديجرام على الكلام ده اللي هو انت معاك الورقه هتقلبها من اليمين هنا 0 0 0 0 بعد كده جيت من اليمين ونازل يبقى اطلع فوق صح؟ وافضل ماشي صح؟ بس كده. فانت ممكن تقلب الصفحه وترسمها عادي ماشي؟ ترسمها لي كده بس حط لي بس الاشاره ان هي بوست لان هي من اليمين ونازل يبقى بوست ماشي؟ مش سهل الكلام ولا ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش عارف حاسسكم ان انتوا مش عارفين اذا كنتوا فاهمين ولا مش فاهمين صح؟ باشمهندس هو انا شايفها ان انا على اليمين وطالع ماشي مش نازل انا هتحب اقلبها لك كده يعني اقلبها لك كده او كده ماشي لا يعني وانا بص كده اهي الواحد القوه بتاعت الواحد يعني انت باصص كده زي ما انا واقف لا الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه حاضر ماشي. انت بتحسب مش ده كده بالنسبه لك اليمين ده كده الشمال صح؟ اه ماشي دلوقتي انت بتحسب الشمال ماشي 0 0 0 لحد ما لقيت من الشمال قوه طلعت يبقى تعمل ايه؟ هطلع معايا صح؟ لا مش شمال وطلع هطلع كده حاضر ماشي. الشمال وطالع بوست ولا ايه ده؟ اي حاجه عامل مسموم احط الاشاره ايوه ايوه عشان مفتوح. ما انا بقول لكم هي عشان مفتوحه تمام ممكن ترسمها يا كده يا كده خلاص تمام. ده شمالك يعني انت يا اما تقف هنا وتبص ده الشمال بتاعي ده اليمين صح؟ او تقف هنا وتبص ده الشمال بتاعي ده اليمين بس هي من اليمين ونازل يبقى موجب صح؟ اه مش شمال وطالع يبقى ايه؟ انا قلت عشان دي سالب سالب جايه في الحته دي لا 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 مش سالب هي نيجاتيف كله في الحته قول لي قول لي اتلخبطت صفر وصفر؟ لا لا هو ده فيكس سبورت ولا ده ايه؟ فيكس سبورت صح؟ مش الفيكس سبورت ده عنده نورمال وعنده شيل؟ او عنده ثلاثه كومبوننت صح؟ هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت بتشتغلني صح؟ ده كده طالع لي بكام؟ واحد صح؟ ماشي واحد ونص واحد بس واحد ونص ده كده بواحد ماشي؟ خلاص يبقى ايه؟ انا عندي هوريزونتال فورس ايه؟ بواحد من الشمال وطالع هطلع واحد صح؟ وافضل ماشي لحد ما الاقي حاجه تنزل فاهمين ولا ايه؟ نرسم بقى ال البينيمون ايه؟ اسمه اس دي اه في حته كانت تريما شفتوا بقى عشان اقول لكم ايه؟ ارسموا كل الافقي بعد كده كل الراس ماشي؟ ماشي الشيل هنا بكام؟ انا بحسب اليمين ولا الشمال؟ اه لا من اليمين ونازل اطلع صح؟ يبقى بص افضل ماشي ماشي سهل الكلام ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ مش عارف شايف نظرة استقلال كده نرسم بقى بيني مو ديجرام حد يبص ايه؟ ايه؟ في رياكشن اهو ايه تاني؟ لسه بقى البيدي مومنت ديجرام المهم تعالى نبدا على الافقي وبعد كده بالراس البيدي مومنت هنا بكام؟ زيرو هتحسب الشمال يعمل ايه؟ الشمال مفيش حاجه تعالى نحسب هنا البيدي مومنت بكام؟ واحد ونص واحد ونص في نص المسافه صح؟ اللي هو 0.75 تمام بوست ولا ايه؟ يبقى ارسم فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق لا هي موجبه تحت شمال ايه؟ واحدة واحدة بتكسبه دلوقتي من الشمال ولا من مين؟ الشمال صح؟ ماشي اللي بيلف من الشمال مش اللي معاه عارف ساعة موجب والعكس عارف ساعة سالب؟ تمام حلو قوي الواحد ونص دي بتعمل لك معاه عارف ساعة والعكس عارف ساعة يبقى موجب ولا سالب؟ نيجاتيف يبقى اطلع واحنا بنرسم دايما معادل الساعة يعني دي بتلف كده صح؟ يبقى دي لسه من فوق هوصل من هنا لهنا في بارابولا صح؟ يبقى هوصل دوتل وانزل من النص ده بيقول سكور على 8 والفاليو دي 1.125 طب انا عايز اجيب بقى البني بوم بتاع السكشن ده بكام؟ شوف اشتغل من تحت ايه؟ اشتغل عليه من تحت ماشي حلو قوي بيقول لي اشتغل من تحت ولا اشتغل من فوق؟ تحب تشتغل من تحت ولا من فوق؟ من فوق من
من فوق احسن. طب تعالى نحسب اول حاجه المنبر بتاعي بقى راسه صح، وانا بحسب من الشمال او من فوق يعني بالنسبه للمنبر ده الشمال بتاعه صح. ماشي لو انا واقف هنا طب تمام. البني مومنت بكام بقى؟ تعالى نحسب. انا عندي ايه بقى من فوق؟ 1.5 فوق 7 5 صح. يبقى انا عندي 1.5 فوق 7 5 بتلف كده ولا بتلف كده كده عكس عقارب الساعه صح، يبقى بتلف كده صح. يبقى دي السهم فين، بره ولا جوه؟ مش فاهمين دي السهم صح. لا تلف الساعه ماشي، خليها تلف ازاي. عندي ديستريبيوتد لود تمام، يبقى البندنج مومنت بكام؟ انا عايز اخد على السكشن ده، حد يقول لي هي بتلف كده ولا هتلف كده؟ اني واحده اللي تحت ولا اللي فوق؟ تحت. اللي تحت يبقى 1.125. كاونتر كلوك وايز دي تعتبر ايه بقى؟ بوست ولا نيجاتيف؟ راسم من الشمال يعني، ده بالنسبه للمنبر ده شماله صح؟ اه. يبقى دي موجبر سالب نيجاتيف صح؟ يبقى سيبها بره ولا جوه؟ ده هنا لازم نرسم على السهم يعني، هنا مفيش الاوبشن. ليه؟ لان ده بحط حديد يعني، انا على حسب المكان اللي فيه تنشن يعني، انا بقول مثلا البندي مومنت كده ماشي، يبقى انا هحط حديد يعني. انا ادي ده في الحقيقه عباره عن بيم كده وعمود بالمنظر ده كده ماشي، فمعنى ان البندي مومنت ناحيه اليمين يبقى هنا فيه تنشن يبقى احط حديد كده، ليها معنى ماشي. لكن البندي مومنت انت حطه لي عكسها الناحيه الثانيه لا، هحط حديد كده. انا حطيت حديد غلط ان الكاميرا واقع ماشي، هتشرف الناحيه الثانيه وتروح. فماشي بقى احنا دايما بنرسم مع ايه؟ مع دي السهم ماشي. هي بتلف كده، ادي المنبر اهو تمام، فهي ما لهاش حل غير تلف كده او تلف كده. فانت قلت لي لا بتلف كده صح، يبقى ده السهم وده دي السهم ماشي، دي السهم من بره خلاص. طب تعالى اقول لكم حاجه ثانيه بقى، ادي المنبر اهو افقي راس حلو ماشي. مش انا جبت المومنت هنا طلع لي 1.125 صح؟ مش في حاجه اسمها ريجيد كونكشن يعني، المفروض المومنت ده في واحد تاني يجي يتزن معايا صح؟ فهيعمل لي مومنت كده ولا يعمل لي مومنت كده؟ قولوا لي انتوا كده، هيلف ورا بعض مفيش اتزان. لكن عشان يحصل اتزان ده عمل مومنت كده، يبقى التاني لازم يعمل مومنت عكس صح؟ عكسه. يبقى هو ده خلاص. ده لسه فين بقى؟ لبره ولا جوه؟ لبره. اه ده دل وده سهم، ده دل وده سهم ماشي. يبقى ده لسه من بره. يبقى انا عندي بني مومنت كان هنا وبعد كده جه هنا صح؟ ماشي 1.5. طب تعالى نحسب على السكشن ده. ده من تحت بس. ايه؟ ده من تحت بس. اللي انتوا عايزينه زي ما فهمت. طب تعالى نجيبها من فوق يعني برضه من فوق. البني مومنت كام؟ هل اتغير؟ هي هي. يعني انت لو بصيت من فوق عندك ال 1.5 في ال 1.75. مفيش اي تغيير صح؟ يبقى انا عندي البني مومنت هنا 1.125 اتجاهه ازاي؟ بيلف كده ولا بيلف كده؟ زي ما هو ماشي. يبقى ايه البني مومنت كده؟ ماشي؟ فهيفضل البني مومنت بالمنظر ده صح كده؟ 1.125. تعالى نفسر كده ماشي؟ ماشي. طب تعالى نرسم بقى الكاميرا دي قبل ما ننساها. ماشي البني مومنت هنا بكام؟ سالبين كده البني مومنت هنا بكام؟ زيرو. طب البني مومنت هنا بكام؟ اثنين في واحد ونص. بتلف كده ولا بتلف كده؟ بتلف كده. سالب. سالب جميل قوي. يبقى فوق ولا تحت؟ مش فاهمين صح؟ مش عارف، حاسس ان انتوا موضوع اليسار ايه؟ انا بقول لكم ايه، بقول لكم الواحد ونص دي لما تيجي تلف هنا مش هتلف كده تمام، يبقى السهم تحت وده السهم فوق صح، يبقى السهم فوق ولا تحت؟ فوق. انا حاسس ايه ده، الرسمه دخلت في بعض. اه انا عايزها تلف في بعض، دي حاجه حلوه قوي يعني، ليها معنى عندنا في الاستراكشر. اه والله دي ليها واسطه معانا يعني، ان هم البني مومنت يدخل في بعض، دي ليها واسطه اسمها اوبننج جوينت. بحط الحديد بطريقه معينه. ايه جاي نقطه انا بجيب دي. ما هو بص انا بقى شايف ادي البني مومنت ده في هنا جزء وفي هنا جزء وفي هنا جزء صح؟ ما احنا بنحسب بس في اليمين وعكس عقارب الساعه تبقى سالب صح؟ صح كده؟ يمين انا؟ يمين وعكس بتلف كده تمام؟ انا عكس عقارب الساعه تمام، يعني السهم لفوق ودي السهم لتحت صح؟ السهم قصدي لتحت ودي السهم لفوق، يبقى البني ممكن كده لفوق صح؟ صح ولا ايه؟ صح. ماشي. طب تعالى نجيب اللي تحت دي، اجيبها ازاي بقى؟ ايه؟ ماشي، هو بيقول لي كده بتاع
تعال نجيبها من تحت. قول لي البني موديل كام برضه؟ عندك 3.375 صح كده؟ بتلف كده. وعندي واحد عندي واحد واحد ونص صح؟ وعندي الاكشن ده اللي هو واحد في ثلاثة صح؟ واحد ونص لا واحد في ثلاثة خلاص؟ هيحسبوا البني مومنت هيطلع لكم يعني عندي 3.375 زائد واحد ونص ناقص واحد في ثلاثة هيطلع لكم البني مومنت ده ناقص 1.875 هيطلع لك كده 1.875 يبقى هيطلع لك البني مومنت بالمنظر ده 1.875 تمام. يبقى ادريس السعر فين؟ اللي جوه يعني شمال ولا يمين؟ شمال. يبقى ارسم كده ولا ارسم كده؟ ارسم ناحية الشمال. ما ادريس بص دي بتلف ازاي؟ ما عارف الساعة ولا عكس عارف الساعة؟ عكس عارف الساعة صح؟ وانا بحسب من تحت اللي هو من اليمين صح؟ من اليمين عكس عارف الساعة؟ الموجب ايه سالب؟ الموجب صح ماشي. يبقى ارسمه هنا خلاص. بس انا بس بقول لكم ايه في الكلوز تمام، انتوا هتبقى عارفين فين اللي جوه فين اللي بره، لكن في الاوبن انتوا مش عارفين فين اللي جوه فين اللي بره. فالاحسن ايه ان احنا نرسم مع ادريس السهم خلاص. يبقى ادريس السهم من تحت لعكس تحت 1.875 ماشي. طب تمام ارسم احسن فين تاني؟ لا مش اخرها، احنا كنا بنمسك فين؟ اول واخر كل ممبر خلاص. انا بحسب فين اول واخر كل ممبر من هنا لهنا، هحسب اوله بقى اوله بقى اوله باخره اوله بقى. وعند اي كونسنتريت فورس في هنا كونسنتريت فورس كده بحسب هنا صح، بدايه ونهايه الديستريبيوتد دول بحسب هنا وهنا. كنت لسه خايف واخد عندهم سيكشن عند النمبر اوف ممبر او عند ريجيد جوينت بعدد النمبر اوف ممبر اللي ماسكه فيها، فهاخد سيكشن هنا وسيكشن هنا 1 2 3 كلهم موجودين صح. تعال ناخد هنا بقى، تحبوا تحسبوا من تحت ولا من فوق؟ طب قولي لي تحت الدنيا مونت كام؟ 1.5 طب وفي مومنت رياكشن؟ في انا عندي ايه؟ تعالى هم رياكشن تحت ماشي. فانا عندي هنا 3.375 صح كده؟ وعندي واحده ثانيه 1.5 صح؟ فالمحصله بتاعتهم هتلاقي واحد في الاتجاه ده الفاليو بتاعته مش هفضل هيبقى ناقص ايه؟ مش هيبقى ناقص. سيبك من ناقص وزائد، بص انا بقول لك ايه؟ انا عندي ايه؟ انا عندي 3.375 تمام، دي السهم من تحت والسهم فوق ماشي. والواحد لما تتضرب في ايه في المسافه دي هتلف كده ولا تلف كده؟ هتلف كده. الواحد هتلف يعني مع عارف الساعه كده صح كده صح. يبقى انا عندي كمان 1 في 1.5 تمام، يبقى 3.375 ناقص 1.5 تساوي 1.875 تمام. دي السهم البطن ماشي، يبقى هيطلع لك 1.875. طب البيندنج مومنت هنا بكام؟ وشمال ولا يمين؟ تحت خالص. ما شايفين تحسبه من فوق؟ تحسبه من فوق ولا تحسبه من تحت؟ تحسبه من تحت. كام؟ 3. طب دي السهم فين؟ 3.375. دي السهم شمال؟ شمال اه. هو طابطين صح؟ عادي المسألة دي؟ عادي البيندنج مومنت. اول حاجه البيندنج مومنت هنا كام؟ بزيرو صح؟ زيرو. ماشي. وهنا 1.5 ماشي. يبقى هنا 1.5 4.75 اللي هي 1.1 ماشي. تعالى نلف لكم بقى المساله تمام ونحلها مع بعض. تعالى بس احل الكاميرا الافقيه دي بعد كده اكتب لكم المساله. البيندنج مومنت هنا بكام؟ زيرو. وهنا؟ يبقى ده في 1.5 بتلف كده ولا بتلف كده؟ دي لسه من فوق ماشي. يبقى دي كده الثلاثه. تعالى نلف لكم المساله بقى وايه نتفرج عليها. ايه؟ هل فات بص خلاص ادي مسألة. ما عندك كان عندكم هنا ديستريبيوتد دوت، كان عندكم هنا اثنين ماشي. تعال نرسم هنا. انا بحسب مش شمال صح؟ ماشي. مش شمال ده هيعمل لي بيني مومنت
مع عارف الساعه والعكس عارف الساعه اللي هي الديستريبيوتد لود. انا عندي ديستريبيوتد لود عكس عارف الساعه تمام عكس عارف الساعه صح عكس عارف الساعه وانا بحسب بالشمال الموجب ولا سالب سالب صح ماشي ارسمه فوق اهو تمام تعالى نرسم ارسمه من الشمال ولا من اليمين من الشمال ولا مين؟ من الشمال من الشمال المومنت بكام برضه بحس ما انا عندي ايه ادي اهو واحد ونص في المسافه هو فوق 7.5 فهيفضل برضه يلف كده صح طب كده ده عكس عارف الساعه وانا بحسب بالشمال موجب ولا سالب 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 صح هطلع فوق ماشي تعال نحسب هنا بعد الايه بعد الريز جوينت او عند الريز جوينت ماشي احسب الشمال ولا مين قولي انتم الشمال بقى فيه ايه؟ عندي ديستريبيوتد لود صح؟ 1.5 ماشي ديستريبيوتد لود ده هيعمل لي مومنت كام؟ مش بيعمل لي مومنت كده حوالين السكشن ده عندي واحد بيلف كده صح؟ مش انا عندي ده بيعمل لي مومنت كده اللي هو 2 في 1.5 ماشي؟ وعندي واحد اللي هو 1.5 فوق 7.5 بيلف كده صح ولا ايه؟ اه انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم الناس اللي نامت دي طب اقول لهم بس لو هم مش فاهمين من اي تاني طب انتوا نمتوا ليه بس انا عايز اعرف انتوا مش فاهمين ولا تعبانين ولا ايه؟ بس لو مش فاهمين عيد تاني والله بلاش نشرحها كده خليها زي ما هي ايه انتوا فاهمين زي ما هي؟ بس خليها بقى تبتدي السهم بدل ما ايه؟ خليها تبتدي السهم بدل ما انا مش عارف يعني انتوا ايه انا بس انا بسال على حاجات بس قولي انتوا مش فاهمين ايه عشان انا بفهم انتوا فاهمين ايه بس احنا لسه في القطع فيه ايه لسه ان احنا بنقطع كذا مره دي ماشي هخلي فريم مقفول ماشي تعال تعال نحل الفريم ده نحله ازاي بقى اجيب الرياكشن صح ماشي اجيب الرياكشن ازاي بقى هنا في واي اي واكس اي وهنا في اكس بي وي واي بي اجيب الرياكشن ازاي اجيب حد يقول لي احل ازاي بقى خمسة اف واي اما اقطع مثلا اشتغل عليها ايه ما انا عايز اعرف السؤال يعني ده اللي هو ازاي؟ يعني مثلا هقطع هنا ليه اقطع بس؟ اقطع ليه؟ لسه من عند الاكونت ليه اقطع من الاكونت دي؟ طب باخد المومنت هنا اخد المومنت هنا اجيب الواي بي اخد المومنت هنا اجيب الواي بي ماشي؟ طب تعالى ناخد المومنت هنا الواي بي مرجوع المسافه دي سنتر الارتفاع ده 4 ماشي يبقى 6 واي بي صح؟ اجمع ايه تاني واطرح ايه تاني؟ المومنت اللي فوق صح؟ اللي هو بلس واحد ناقص واحد صح؟ ما هو ده واحد بيلف مع عارف الساعه على عكس عارف بيلسوا بعض ماشي يبقى الواي بي بكام؟ يبقى الواي ايه بكام؟ هجيب الاكسات ازاي بقى؟ ايه؟ ليه قطع؟ والله هو القطع ده يعني اسهل حاجه ما يهدعش غير لما تتزنق يعني وقطع ليه؟ ما اخد سبيشال مومنت شمال. سبيشال مومنت ايه؟ اهو بس يعني مش هنقول هو قطع مش عايزين ندخل نفسنا في قصص يعني. مش هاخد سبيشال مومنت شمال ماشي؟ يبقى الاكس ايه؟ مضروب في 4 صح؟ ايه تاني؟ واحد انا واخد ناحية الشمال صح؟ يبقى اخد كل حاجة معايا الشمال. ناحية الشمال عندي مومنت واحد صح؟ صح ولا ايه؟ ايوه ايوه يبقى ماينس تساوي زيرو فهيطلع لك الاكس بروب فده كده بروب ارسم بين المومنت ازاي بقى؟ ارسم الاول المومنت وبعد كده ارسم الشير والقصص دي المومنت هنا في كام؟
زين والمومنت هنا الرابع في 4 صح؟ طب بجد والله لو انتوا يعني انا ما كنتش غايب على فكره، لو حد مش عايز يجي ما يجيش، انا ما اجبرش حد ان هو يجي، اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز يجي انا ما كنتش غايب ما كنتش اي حاجه. ماشي؟ يبقى بين الموت هنا كام؟ واحد. بيلف كده ولا بيلف كده؟ هنا واحد صح؟ طب البني موت هنا كام؟ واحد. واحد؟ فوق ولا تحت؟ فوق. فوق عشان لسه من فوق. ده بيلف كده صح؟ عكسه. بيلف عكسه صح؟ يعني الضلع هيلف كده يبقى الثاني هيلف عكسه. دي لسه من ساعتها فوق ولا تحت؟ فوق. ماشي. وبعدين؟ الانترميديت رينج قبل، يعني خلينا بس ايه نحسب قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت صح؟ ماشي. قبل الكونسنتريتد مومنت، المومنت كام؟ هو هو صح؟ هيفضل ماشي هو بعد كده ينزل عند الانترميديت رينج على طول. ماشي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين صح؟ ماشي. تعالى نحسب على ده. مش هوصل من ايه؟ هوصل. ماشي. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي المفروض اوصل بزيرو صح؟ ده لو انت ما عندكش كونسنتريتد مومنت على الانترميديت رينج. طب انت دلوقتي عندك كونسنتريتد مومنت. خلاص احسب قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت صح؟ كنا في السكشن بياخد على الضهر. اول واحد كل منهم. ماشي؟ قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت. صح؟ تعالى نحسب قبل الكونسنتريتد مومنت. عندي ربع في 4 1 صح؟ اهو انا بحسب من الشمال عندي ربع مضروب في مسافه 4 بتعمل لي مومنت كده تنسى من فوق صح؟ يبقى هتفضل كده ولما تيجي عند الانترميديت تنسى بالظبط تروح نازله بيرفكت. ماشي؟ بعد الكونسنتريتد مومنت اللي موجود هنا حلو هيخش معانا الكونسنتريتد مومنت. ما هو ده اللي بعديه اللي هو هيخش معانا. طب تعالى نحسبها كده. عشان انا عندي ربع في 4 ماينس 1 اللي هو بزيرو صح؟ يبقى هو نزل عند الانترميديت ماشي؟ فهمت اللي شكل اول ما اوصل اصلا ليها بصفر من غير ما هي تعمل لي حاجه ايه نعم اول ما اوصل لحد الانترميديت رينج هتبقى صفر اصلا ايوه ما هو نزل يعني بص هو كان فاضل ماشي 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 اهو بعد كده نزل فيرتيكال صفر ماشي احسب قبله بعد الكونسنتريت مومنت قبل الكونسنتريت مومنت اهو يعني لو انا عندي الانترميديت رينج دي تمام مفيش الكونسنتريت مومنت هنا بزيرو وهنا برقم راح موصل ماشي بس عشان عندي الكونسنتريت مومنت لازم احسب قبله وبعده فحسبت قبله لقيته زي ما هو ما اتغيرش هو ربع في 4 بعده بقى بصفر يبقى ينزل فجاه زي ماشي طب والناحيه اللي على اليمين هنا بكام؟ زيرو هنا بكام؟ ربع في 4 صح؟ بتلف كده ولا بتلف كده؟ اللي هو اول واحده فوق ولا ثاني واحده؟ لفوق انتوا مش فاهمين بص الفرصه دي كده ماشيه كده لما تيجي تلف مش هتلف كده تعملي مومنت كده عكس عرف الساعه مع عرف الساعه يبقى ده السهم بره ولا جوه؟ بره يبقى السهم. ماشي تعالى نيجي عند الجوينت دي كده. لو دي عليها مومنت كده مش دي لازم يجي عليها مومنت كده؟ ماشي او نتلخبط يبقى حاسب. تمام برضو عندي ايه؟ عندي ربع في 4 بتلف كده صح؟ مع عارف الساعه برضه صح؟ اللي هو ده السهم فوق والسهم تحت يبقى السهم فوق. ماشي؟ اجي احسب قبل الكونسنتريت مومنت هلاقي برضو عندي ايه؟ ربع مضروبه في 4 برضو بتلف كده صح؟ يا كده ولا كده؟ انتوا مش شايفين ولا ايه صح؟ طب قولوا لي بس لو انتوا يعني ايه لو انتوا حاجه مش واضحه قولوا لي بس. ماشي انا عندي هنا كده ربع ماشي؟ وعندي هنا كده في ايه؟ ربع. ماشي عايز اعرف البني مونت هنا كده تحسبه من اليمين ولا من الشمال؟ يمين. من اليمين عندي ربع مضروب في مسافه 4 قال لي المنبر اهو تمام فانا ما عنديش غير يا اما كده يا اما كده هي بتلف كده بتلف مع عارف الساعه ولا عكس عارف الساعه؟ مع عارف الساعه مع عارف الساعه يبقى دي السهم فوق يبقى هنا هتفضل واحد وربع هتفضل هنا قصدي واحد وهنا واحد ماشي واحد وبعد الكونسنتريت مومنت على طول هتلاقي نازل السهم ماشي
نرسم بقى النورمال فورس والشير فورس. تعال نحسب على القمة الديمز ولا عند الندل عند الحاجات الأصلية. ماشي النورمال فورس هنا بكام؟ عليها زيرو. ماشي يبقى بزيرو. النورمال فورس هنا بكام؟ زيرو. صح؟ يبقى هنا النورمال فورس على عمود الخيط. النورمال فورس هنا بكام؟ والنورمال فورس هنا بكام؟ طب فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو يعني النورمال فورس في اتجاه الممبر، الفورس في اتجاه الممبر زيرو، يبقى ما عليهوش أي حاجة. ماشي؟ تعال نحسب على البيت بداية البيم، بداية ونهاية كل شيء. ماشي، في بداية البيم في أي فورس في اتجاهه؟ الربع. الربع، الربع دي داخلة عليه ولا خارجة منه؟ يبقى بتعمل ضغط ولا سد؟ ضغط. يبقى أنزل كده إيه؟ صح؟ هفضل ماشي لحد ما تقول لي إيه؟ أه. طب تعالى نتأكد، تعالى نحسب اليمين. الربع صح؟ يبقى هنا ربع. سهل الكلام ولا ايه؟ نحسب الشيء. ماشي. نحسب الشيء على الايه؟ على العمود ده. ماشي. انزل ولا اطلع ولا ايه؟ ده بالنسبة لي الشمال صح؟ تمام. يبقى انزل روح. وهفضل ماشي. صح كده؟ حاجة اقف هنا. ده اليمين بتاعي اعمل ايه بقى؟ مش الفورس دي من اليمين ونازل؟ يعني انا واقف جوه ببص، ده بالنسبه لي اليمين ده الشمال لما هتلف الورقه، ففي فورس ان اليمين بتنزلك ربع. اطلع ولا انزل؟ اطلع. اطلع نحسب على البيم بدايه البيم اهو، في اي فورس عموديه على البيم؟ يعني في اي فورس فيرتيكال؟ في ولا مفيش؟ انا حاسس انتوا مش عارفين اذا كان في ولا مفيش. مفيش اي فورس فيرتيكال. الرياكشن ده بزيرو صح؟ بزيرو. هنا بزيرو. تعالى نحسب في اخرها برضه، في اي فورس ظهرت لي؟ ما ظهرتش اي حاجه، كل ده بزيرو. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا بس عايزكم تحلوا بايديكم عشان تعرفوا المشكله فين. ماشي؟ هناخد واحدة مايلة كده عشان تفهموا قصة المايلة. اجيب الرياكشنز ازاي؟ اجيب الرياكشنز ازاي؟ هو في كام رياكشن الاول؟ في ثلاثة صح؟ أربعة ليه؟ في واحدة رولر كو وفي اثنين وفي هنج تحت صح؟ يبقى ثلاثة. ماشي. اجيب الرياكشنز ازاي؟ أول حاجة اجيب الاكس، اجيب الاكس ازاي؟ زيرو. اجيب الواي ازاي؟ مومنت عند زيرو. اخد المومنت تحت تمام، اجيب الواي بي، اخد المومنت فوق اجيب الواي. ماشي؟ وتشيك بالسميشن اف واي تسعة. هيطلع لكم الواي تسعة. وهيطلع لكم الواي بي بخمسة. خلاص؟ اقول لكم بقى المسافات. هنا هنا أربعة، وهنا هنا واحد، وهنا هنا واحد. المسافة دي كده هتلاقيها. ماشي. هرسم ازاي بقى؟ تعالى نرسم ثلاث أشكال كده. ارسم واحد واحد بس يكون كبير بس. ماشي
نبدا بايه؟ نبدا بالحاجات الافقيه ماشي. انت في مهندس واي بي سالب 5 ولا كنت واي بي سالب 5؟ لا واي بي 5 فوق. اشمعنى يعني؟ مستغربه صح؟ دلوقتي انا عندي دي 4 صح؟ دي 4 ما انا ايه اللي طالع فوق؟ انا عندي واي ايه؟ بس واي بي يساوي 4 والديستريبيوتد لود صح؟ الديستريبيوتد لود ده الريزلت بتاعه كام بقى؟ حد يقول لي. عندك حاجه كده ماشي اللي هو هيسيبها لكم هو بالمنظر ده اه هقول لك اي حاجه مش هتعرف اللود بيأثر على ايه كده افضل هو كاتب لك 2 طن بس ورسمه لك على الفاين يبقى ده بيأثر على ايه على الطول المائي صح تمام هو رسم لك اللود بيقول لك اللود على الطول المائي تمام يبقى بضرب ايه بضرب اللود في الطول المائي طب اذا كان ده كده 4 وده 3 يبقى ده كده 5 صح يبقى 2 في 5 ب 10 طب ايه رايك لو عملت كده وقال لي 2 طن بير متر رن كتب لك حاجه اسمها هوريزونتال بروجكشن يبقى هضرب في الطول ماشي يا اما يرسمها لك كده يا اما يرسمها لك لو رسمها لك كده خلاص انت مش محتاج يقول لك طول افق ولا طول مائل هو رسمها لك على ليه؟ على طول افق او يرسمها لك على المائل يقول لك ريزلت بروجكشن ساعتها لو طول ده 4 اضرب في كام؟ يعني ريزلت محاسبه اللود ده بكام؟ 2 في 4 صح؟ ماشي؟ 2 في 4 طب بقى البيني مومنت لما اجي ارسمه كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنيجي وننزل البارابولا ده بنسمعها ثاني صح؟ صح؟ كنا بنعمل ايه؟ انا عندي ديستريبيوتد لود بجيب المومنت في اوله واجيب المومنت في اخره واوصل ما بينهم واروح نازل من النص ده بيسكت عشان صح؟ طب ده لو اللود هوريزونتال بروجكشن تعالى نشوف بقى لو انا عندي اللود كده وعندي اللود كده هي القاعده الاساسيه هي الار مضروبه في ال ال العمودية طول العمودي عليها على 8 يعني هي المفروض ار في ال بيربنديكولار على 8 تمام تعالى اول حاجة نجيب الريزلتنت وبعد كده نرسمه وبعد كده نشوف البارابولا اول حاجة ده كده بيأثر على المائي قال لك 2 طن بير متر رن والطول ده ب 5 وهنا الطول ده ب 4 وهي 2 طن بير متر رن يبقى محصلة ده كده بكام؟ شايفين ولا ايه؟ انا دلوقتي عندي لود مائي اهو تمام كاتب لك انا اللود على المايل الفاليو بتاعته 2 طن بير متر رن والطول ده 5 يبقى المحصله بتاعت الكلام ده كام؟ 10 صح؟ 2 في 5 ب 10 متأثر في النص صح الكلام؟ ماشي تعالى نبص على الثاني الثاني اللود بكام؟ ب 2 صح؟ وبيأثر هوريزونتال بروجيكشن يبقى اضرب في طول افق على طول صح؟ يبقى 2 في 4 كام؟ 8 يبقى انا عندي ده كده 8 يعني ده كده 8 ده كده 10 بس ده بيأثر راسي ده بيأثر راسي صح؟ ماشي الطول العمودي على الراس بكام بقى؟ يعني انا دلوقتي عايز اجيب البارابولا خلاص جبت الريزلت عايز اجيب البارابولا اللي هنزلها تمام انا هجيب المومنت في الاول واجيب المومنت في الاخر واروح نازل حاجه تمام الحاجه دي كنا بنقول قبل كده دبليو سكوير 8 فانا عايز اعرف دلوقتي النازله اللي هنزلها دي كده كام يعني انا هنزل كده فاليو كام فقلت خلاص هجيب الار واضرب الار في الطول العمودي عليه يعني الار ده بيأثر فيرتيكال صح؟ الطول العمودي عليه الاربعه او الار صح؟ ايه؟ الارض اللي هو الويت اه تمام؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب الار تمام او ريزلتن او الويت زي ما انت تقولوا او محصله ال محصله الديستريبيوتد لود ده واضربه في الطول العمودي عليها على 8 ماشي فالار ده كده بكام؟ ب 10 الطول العمودي على يعني ال 10 دي ناقصيه الطول العمودي عليه افق صح؟ يبقى 10 في 4 على 8 ده كده ايه البارابولا اللي هنزلها ماشي؟ طب تعالى نحسب تاني اللود ده كده بكام؟ الريزلت ده كده او اللو الوزن ده كده بكام؟ ده 8 8 2 في 4 8 صح؟ الطول العمودي عليه بكام؟ 4 صح؟ يعني هو ده رأس يعني الوزن ده رأس صح؟ الطول العمودي عليه اللي هو ال 4 صح؟ يبقى 8 في 4 على 8 ماشي اللي هو ده بيسكت على 8 ماشي؟ يبقى 8 في 4 على 8 ماشي يبقى القاعده الاساسيه عباره عن ايه؟ بجيب الوزن تمام اشوف اتجاهه واضرب في الطول العمودي عليه طب انا اقول لكم على حاجه ثانيه بقى
لو انا عندي مايل كده بس اللود اه والطول ده كده 5 وده كده 2 طن في متر. اول حاجه محصله الكلام ده بكام؟ اللود والطول اللي بيأثر عليه. هو بيأثر عليه طول طول مايل صح؟ ماشي. يبقى 2 5 ب 10 صح؟ ماشي. طب تعالى نجيب المومنت. المومنت انا بشوف ادي المحصله اهي اتجاه التشكيل اهو تمام. العمودي على التشكيل مش هو ده؟ يبقى 10 ب 5 على 8 هو ده كده البرابل. خلاص فهمتوا؟ ده هورزونتال بروجكشن. ده بيقول لي سكوير 8 على طول. ده هورزونتال بروجكشن ده بيسكوير 8 ماشي ماشي. بس انتوا فهمتوا جت منين؟ ايوه. انت بتجيب الار تمام وتضرب الار في الطول العمودي عليها. الار اللي هي شايف التشكيل ده التشكيل اهو ده العمودي على التشكيل صح؟ يبقى هتجيب الار او اللي هي الوزن ده اللي هو ب 10 تمام والطول العمودي على التشكيل تضرب في ده ب 10 ب 5 على 8 ماشي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ تعالى نرسم بقى الايه؟ البندنج مومنت دياجرام. قولي لي البندنج مومنت دياجرام هنا بكام؟ ادي مثلا هنا. تعالى نرسم خد الاخوه برضه. ماشي البندنج مومنت هنا بكام؟ بزيرو صح؟ طب البندنج مومنت هنا هحسبه من الشمال ولا اليمين؟ الشمال. ماشي؟ ماشي. يبقى اول حاجه هحسب هنا في بدايه ونهايه كل ممبر، في بدايه ونهايه كل ممبر، وفي بدايه ونهايه كل ممبر. خلاص اول حاجه هنا بزيرو صح؟ تعالى نحسب هنا عشان انا عندي 4 في 1 بتلف كده صح ولا ايه؟ ماشي. يبقى هطلع فوق ولا انزل تحت؟ هطلع فوق. هطلع فوق عمودي عديته من اللون الافقي واروح راسم ايه الاربعه بوصل ما بينهم خط عشان ما فيش ديسيبيت الدور. ماشي. تعالى نحسب على دي البند مونت هنا بكام؟ 4 أربعة؟ أربعة. عيني كده. أنا بقول لك إيه؟ أنا بقول لك عندي البني مونت هنا أهو. البني مونت هنا كام؟ بزيد. طب البني مونت هنا كام؟ أربعة في المسافة دي بواحد صح؟ بعد الكونسنتريت على طول. إيه إيه؟ شوف ناخد قبل الكونسنتريت وبعد الكونسنتريت على طول. لا ده قبل الكونسنتريت مومنت مش الكونسنتريت دول. ماشي؟ يعني الكونسنتريت دول مش هتفرق قبليه وبعديه أصل هو كده كده بيعدي بالنقط صح؟ ماشي. يبقى هنا بزيد. هنا بكام؟ 4 في 1 بتلف كده ولا بتلف العكس؟ الكاونتر كلوك صح كده؟ دي لسه فين؟ لفوق. يبقى راح اسم كده صح؟ يبقى راح اسم كده. طب تعالى بعد كده نحسب من هنا. تمام. ماشي. 4 فوق 4 فوق قول لي انت بقى هنا اهو. الدنيا مونتر كام؟ هنا؟ ها؟ 4 بس من فوق. 4 بس من فوق ماشي. يبقى هطلع كده 4 صح؟ ماشي. طب تعالى نحسب هنا كده عند السبورت. تحسبهم من شمال ولا لمين؟ لمين لمين في اي غير؟ هي الاربعه. تفضل اربعه صح كده؟ هنا اربعه هتفضل اربعه. ماشي. طب البني مومنت هنا على اول الكاميرا المايله بكام؟ ايه؟ خمسه؟ ليه خمسه؟ بحسبهم اليمين ولا الشمال؟ اول حاجه تحسبهم اليمين ولا الشمال؟ اليمين. انا عندي هنا كونسنتريتد مومنت 4 وعندي اسمه ده فيرتيكال 5 ماشي. تعال ناخد هنا من ناحيه اليمين ايه اللي بيعمل لي مومنت؟ الاربعه برضه. يبقى انا هقسم اربعه استرسلها ازاي؟ عمودي على الديتا مديتها مايل يبقى حاسم عمودي عليه ماشي. خلاص؟ ايه؟ اه اي ما انت بترسم عمودي على اي ممبر بترسم عليه ده ممبر افقي برسم عمودي عليه. ممبر افقي عمودي عليه، ممبر مايل حاسم عمودي عليه ماشي؟ ماشي. طب تعالى نحسب هنا على بدايته بقى. بدايته البني مونت بكام؟ شمال. نحسب من الشمال ولا من مين؟ شمال. من الشمال. عندي ايه؟ من ناحيه الشمال. مش عندي اربعه مضروب مسافه واحد؟ يبقى عندي بني مونت ده السهم لفوق ولا لتحت؟ يعني بيلف كده ولا بيلف كده؟ لفوق. بيلف لفوق صح؟ لا. يبقى هنا باربعه. وراح موصل ما بينهم دوتد عشان فيه ايه؟ بارابولا. تمام. انزل بقى كام؟ حلو. تعال نجيب الار الاول. الار بكام؟ ده اول حاجه بيأثر على طول المايل ولا طول افقي؟ مايل. طول المايل هو ما قالكش هورزونتال بروجكشن يبقى بيأثر في المايل ماشي؟ يبقى المحصله بتاعته كام؟ 2 في طول المايل يبقى 2 في 5 ب 10
ماشي العم... يعني طول العمودي على 10 كام؟ 4 ولا 3 ولا ايه؟ 4 صح؟ مش دي رأسية يبقى العمودي عليها ايه؟ الاربعة صح؟ يبقى هروح نازل من النص كده برضو عمودي على الديتا 10 في 4 على 8 سهل ولا ايه؟ هو اي حاجه ار في ال على 8 ماشي هو ده بيسكو على 8 دي جايه ان الطول اسمه ده يعني هي بتاثر طول الافق صح اللي هو ال يبقى 2 في ال في العمودي على برضو على الافقي يعني عمود الاتجاه راسي والعمودي عليه برضو اللي هو الافق نفس الطول يبقى 2 في ال سكور على 8 اللي هي ده بيسكو على 8 فهو على طول ار في ال على 8 اتفضل هو يعني ايه بند المومنت داخل في بعض ده معناه ايه يعني لا ده معناه ده حاجه كبيره دي حاجه مهمه ماشي يعني دي مثلا في الحقيقه كده ادي عمود اللي هو السبورت اللي انا حاطه ودي كمان ودي كمان ماشي انت قلت لي لقيت بصيت كده لقيت البند المومنت دخل في بعضه صح ماشي ده طالما دخل في بعضه لما تيجي تحط حديد دي اسمها اوبننج جوينت تمام في الخرسانه اسمها اوبننج جوينت لما اجي احط الحديد لازم امده ولازم امده يعني انا ممكن اجيب سي كده واروح تاني لا ما ينفعش لو انا عملت كده في مومنت متداخل او اوبننج جوينت الوسط هتتكسر فساعتها بعمل حاجه اسمها اوفرلاب لازم اعدي الحديد ده لوحده ده سيخ لوحده ده سيخ لوحده ماشي فدي ليها معنى يعني البند المومنت داخل في بعضه ده اسمها اوبننج جوينت ما بيتقاطعش اللي هو يعني فوق مثلا البند المومنت اللي بتخش في بعض فدي اسمها كلوجنج جوينت ما فيش فيها مشاكل لكن دي داخلين في بعض فدي فيها مشكله ليها تصميم معين فليها معنى يعني موضوع ان البند المومنت داخل في بعضه مش داخل في بعضه ده ليها معنى ماشي ماشي نرسم بقى النورمال ازاي بقى ماشي نرسم النورمال ازاي اول حاجه هنا النورمال بكام بزيرو وهنا النورمال بكام يبقى ده كده عليه تعال نطلع من الجماعه اللي فوق النورمال هنا بكام النورمال هنا بكام يبقى هنا ماشي هنرسم الزيرو بعد كده نطلع على الميل ماشي ماشي اول حاجه الشيء هنا بكام انزل صح انزل 4 افضل ماشي صح هنا 4 كل ده بالنسبه تعال نحسب هنا في هنا شيل في هنا شيل لا قبليه قبل سبورت لا بزيد تعال نبص بقى على الميل هو يعني ايه نورمال ويعني ايه شيل بقى نورمال يعني فورس في اتجاه المنبر صح طب المنبر مايل يبقى انا عايز اشوف القوه دي كلها لما اعمل لها ريزولوشن في اتجاه المايل والعمودي عليه ايه اللي في اتجاه المايل هو ده النورمال ايه العمودي على المايل هو ده الايه ماشي انا بقى اشوف قصه الايه الميل انا الريزولوشن المقبول النورمال مش ايه انا هعمل ايه هحدد السكاشن اللي هحسب عندها في بدايه ونهايه في بدايه ونهايه كل منبر ماشي يبقى هحسب في بدايته وفي نهايته في اي كونسنتريتد دوت موجود في النص مفيش ال 10 دي انا حاططها دي محصله تمام اللي هي بدايه ونهايه الكونسنتريتد دوت فانا السكاشن بتاعتي على المنبر المايل في اوله وفي اخره صح يبقى هحسب عند اوله وهحسب عند اخره تحبوا تحسبوا السكشن ده كده من الشمال ولا من اليمين الشمال يبقى ادي السكشن اهو اللي هو في البدايه وانا قاطع وهاخد القوه من ناحيه الشمال انتوا افتكروا بس احنا بنحسب من فين من ناحيه الشمال صح هعمل ايه اول حاجه هعمل ده كده دوت واروح عامل العمودي عليه هروح عامل واحد افقي وواحد راسي تمام عشان الزوايا بس يبقى انا المنبر اهو قطعت ادي المنبر اهو صح اروح مده كده واروح عامل عمودي عليه واروح عامل واحد افقي وواحد راسي ماشي هسمي دي كده سيب ماشي سيب واحده واخد واحده سيب واحده واخد واحده دي بدي سيب سيب واحده حط واحده سيب واحده وحط واحده حطينا الزوايا تعال نشوف كل القوه الراسيه والافقيه من ناحيه الشمال يبقى انا عندي دي كده سيب وهسيب واحده واحط واحده يبقى دي كده سيب سيب واحده واحط واحده يبقى دي كده سيب سيب واحده واحط واحده دي كده سيب ماشي في عندي قوه شكلها ايه انت حسبها من ناحيه الشمال قولي لي القوه الراسيه والايه التسعه والافقيه من ناحيه الشمال مش انا عندي تسعه طالعه وعندي اربعه نازله يبقى المحصله بتاعتهم كام خمسه طالعه صح يبقى انا عندي كده خمسه طالعه اعمل ايه بقى احددها بس في اتجاه المنبر والعمودي عليه ماشي عندي خمسه كده اهو ايه راسيه تعال نعمل ريزولوشن الخمسه دي كام بقى خمسه كوزين خمسه كوزين سيتا
وهنا 5 سين صح؟ يبقى النورمال على الممبر ده كده بكام؟ 5 سين سين. يبقى النورمال هي الفورس في اتجاه الممبر ده كده الممبر صح؟ يبقى دي كده في اتجاهه داخل عليه ولا خارجه منه؟ يبقى ماينس 5 سين سين. طب والشير بحسب الشمال ولا اليمين؟ الشمال. الشمال وطالع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى تساوي بوزيتيف 5 كوزين سين. ماشي سهل كام؟ طب تعالى نحسب من اليمين نفس في اخر الكلام ده ماشي. اخر المنبر المالح تحبوا تحسبه من اليمين ولا من الشمال؟ من اليمين. يبقى ادي المنبر اهو اروح مده واروح عامل عمودي عليه واروح عامل واحد افقي وواحد راسي ماشي. لو دي كده سيتا يبقى دي كده سيتا صح؟ ماشي. يبقى ادي سيتا دي سيب واحده وحط واحده سيب واحده وحط واحده سيب واحده وحط واحده خلاص حطينا الزوايا ماشي. الفورسز من ناحيه اليمين كام؟ 5 بس صح؟ في اي حاجه تاني؟ يبقى انا عندي كده 5 لفوق صح؟ هعمل لها ريزوليوشن يبقى انا عندي هنا كام؟ 5 كوزين تيتا. عندي هنا كام؟ 5 ساين تيتا صح كلام؟ ماشي. انا جايب او جايب الفورس دي من ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ اليمين. ناحيه اليمين ماشي. دي خارجه مني يبقى بتعمل شد ولا ضغط؟ بصوا انتوا حاسبين من فين؟ من ناحيه اليمين صح؟ يبقى كل الفورس دي خلوها ناحيه اليمين عشان تبقوا شايفين ماشي. خلي مدي دي كده ناحيه اليمين اللي هي 5 ساين تيتا وادي الفورس اللي ايه؟ اللي هي في العمود يعني خلاص؟ يبقى انتوا حاسبين من ناحيه اليمين خلينا متفقين. دي خارجه من خارجه ولا داخله؟ خارجه. يبقى النورمال بكام؟ ايه؟ طب انا بقول لك هعمل ايه؟ مش انا بحسب من ناحيه اليمين؟ خلي القوه كلها على الناحيه اليمين، يعني ادي المنبر هو ناحيه الشمال وانا قاطع وجايب الفورس ناحيه اليمين واحطها بس ناحيه اليمين. هي كده خارجه مني ادي المنبر اهو. خارجه مني ولا داخله مني؟ شد صح كده؟ يبقى هي خارجه صح ولا ايه؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ 5 ساين سي. طب والشير؟ طالع صح؟ وانا بحسب من اليمين ولا من الشمال؟ يعني هو لازم هي كده يا باشمهندس مثلا انا مثلا دلوقتي عندي اربع حاجات هو اللي فوق ده مثلا هو ده اكيد لازم هيقفل معاه لا تاني كده معلش انا مش ممكن اجيب واحد يعكس الشرطين بتوعه لا ده هو بالصدفه عشان انا هنا ايه سيمتري تمام لكن هو يعني اولا مساله من السيمتري لا معلش مساله من السيمتري اساسا فلا ما ينفعش اعكسه تمام هو كده كده لازم يقفل حلو فلو واحد طالع فلازم التاني يبقى نازل في المساله دي هو مش على طول والله مش على طول خالص ماشي لكن هو في المساله دي بالصدفه لما انت حسبت تمام انت طلع لك هنا 5 تمام الرياكشن طلع لك 5 فلما عملت له ريزوليوشن تمام طلع لك عكسه بالظبط بس مش على طول فاهمني يعني ممكن يجي لك هنا كونسنتريتد دوت لازم تحسب قبليها وبعديها الدنيا مش هتظبط فاهمني فانت بتحسب في اول واخر المهم ماشي ماشي وده هيطلع لك ناقص 3 وده كده زائد 4 وده 4 وناقص 3 ماشي مش هنا مع انا فاهمك والله يعني انا فاهمك ده حاجه افقيه ماشي بس انت عندك ايه عندك يعني هقول لك على حاجه من هنا لهنا ايه اللي اتغير مش انت دخل معاك 10 تمام فدي قلبت لك الدنيا كان عندك هنا 9 ناقص 4 وبعد كده طلعت منهم 10 فهي الدنيا اتغيرت النورمال اتقلب انا اقصد الكلام ده لو هو على الافق او على الراس لكن على المايل ما تقدرش ايه تعرف لازم تحسب في الاول والاخر خلاص ماشي ايه تاني؟ يبقى كده النورمال في البدايه كام؟ النورمال في البدايه بسالب 3 ماشي ماينس 3 وفي النهايه 4 ولا لا معايا 3 وناقص 4 فهو بالصدفه تمام ماشي لكن هو ملوش علاقه بحاجه ده تحسب في الاول ولا الاخر لو هي افقي ماشي لازم تقفل مع بعض لكن هو مايل ما دخل معاك شايف ده كده دخل معاك اكنه بيشد اللي فوق ماشي يعني تحت انا مش عايز اخدكم في قصص يعني بس هو لا احسب احسن ماشي يبقى هنا الفاليو ب 3 وهنا 3 بس ده بالموجب وده ماشي طب الشير فوق بكام؟ 4 هنا ب 4 يبقى اطلع فوق وهنا ناقص 4
خلاص فهي مش قاعدة خالص تمام تحسب وتشوف فهمتوها ولا فهمتوش فهي مش ماشية تمشي فين لسه خالص مسألة لو عايز تمشي روح والله لو انا مش مقدر حد والله بس لا لو حد يعني قاعد متضايق تمام والله ما باخد غياب ولا اي حاجة لسه فاضل السكشن ما خلصش يعني عامل ايه؟ عندي انا اكس وواي وعندي انا ايه؟ صح؟ هتجيب ده هيطلع ده 4 هتجيب المومنت هنا تطلع الواي دي ب 11 وربع فهيطلع لك ده 10.75 ماشي؟ ماشي ماله السي بي ده؟ الفاليو بتاعته؟ انت عامل الفاليو بتاعته؟ نرسم ازاي بقى؟ هاخد الشكل ده كده فاضي قولوا لي انت بقى ابدا على الافق ولا على المايل ولا ايه؟ نبدا براسي؟ النورمال هنا كام؟ 10 هتلاقي داخل عليك ايه 10.75 يبقى دي ضغط ولا شد ضغط يبقى ادخل جوه ولا اطلع بره شفت بقى يبقى انا ما ينفعش اكمل بقى بص انا باخد سكشن فين يبقى انا اول حاجه هنا 10.75 صح هنا 10.75 صح هفضل ماشي 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 لحد هنا طب بعد كده اروح واخد سيكشن بكل اللي تحت ده كده عندي ايه عندي 10.75 طالع وعندي ناقص 6 صح ماشي بيطلع لي 4.75 يبقى هينزل كده 4.75 هفضل نكمل لحد ما الاقي اي كوره اصلا يبقى ده كده 4.75 صح كلام ولا ايه تعالى نحسب ايه على الرجل الثانيه هنا النورمال بكام بوست بنادم نيجاتيف كومبريشن دي كده هقطع وبص ايه من اليمين او من الشمال هي داخله عليا صح فهي بتضغط صح فيمين ولا شمال يمين تعالى نرسم على ايه على الجزء الافقي كده النورمال هنا بكام النورمال هنا بكام في اي قوه افقيه من المنبر روح صح في اي قوه افقيه طب هنا في اي قوه افقيه يبقى ده بزيرو صح كلام ولا ايه ماشي تعال نبدا ناخد بدايه المنبر ده ونهايته في بدايه تحسبه من الشمال ولا اليمين الشمال الشمال اللي هو كده في اي قوه في اتجاه المنبر أربعة وانت بتحسب ناحيه الشمال خارجه منك ولا داخله عليك خارجه يبقى بص بقى بص في كام 4 صح ماشي تعالى نحسب في اخر ان بتحسبه من اليمين ولا من الشمال؟ من اليمين ماشي من اليمين اهو في اي قوه هوريزونتال عندي؟ 4 4 خارجه مني وداخله عليا؟ سهل ولا ايه؟ ندخل على الشير فهمت النورمال الاول؟
تعالى اسم الشيك. شيلنا كام؟ شيل في ستة. ستة. انا بحسب باليمين ولا بالشمال؟ تبقى ايه؟ انا حبدا من الممبر روك كده. ماشي؟ تعالى نبص. بتايته شيل بكام؟ من اليمين ونازل صح؟ يبقى اطلع فوق ستة صح؟ صح كلام؟ تعالى نبدا بالعمود ماشي؟ اعمل ايه؟ اطلع ولا انزل؟ بالشمال صح؟ الشمال والقوه صح كده؟ بالشمال وطالع يبقى اطلع اربعه. هفضل ماشي لحد ما الاقي اي قوه ايه؟ افقيه ثانيه. في اي قوه افقيه؟ موجه ولا سالب؟ بوست من الشمال وطلعت ماشي؟ يبقى دي كده اربعه. تعالى نبص هنا كده. في اي قوه افقيه؟ يبقى بي. ماشي؟ تعالى نحسب على ايه؟ على البيم دي. في بداية دي بيم افقية صح؟ يبقى اللي يعمل عليها شير قوة رأسية صح؟ 10-7. ففي أي قوة رأسية؟ تعالى نبص. هاخد سيكشن في بداية. في أي قوة رأسية؟ 10-5. فاهم يا عمر؟ طب كام؟ قول لي لا شكلك وقعت. طب كام؟ ما انا باخد سيكشن في البداية وفي النهاية، يعني انا باخد سيكشن في البداية بس باخد كل اللي تحت. تمام؟ فكل اللي تحت ايه؟ الاربعه اللي هي كام بقى؟ اللي هي اهو دي 10-75 وعندي ماينس 6 يبقى المحصله لفوق 4-75 ماشي؟ طب قول لي قول لي وقعت لحد فين؟ وقعت فين؟ انا كنت مستغرب ان احنا كنا هنا صفر وفي 4 فوق عليها بس في النهايه صح؟ يعني هي بتاثر على ايه بقى؟ بص يعني انا بدات هنا صح؟ هنا في اي قوه افقيه؟ هنا في اي قوه افقيه؟ لا هفضل ماشي 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 في اي قوه افقيه دخلت عندي؟ اول لما تيجي هنا تمام يعني بعد ما خلصت دي كده الاربعه دي بتعمل شد على الممبر الرفع لكن مش بتعمل شيل تمام عشان هي في الاخر ما بتعملش شيل ماشي لكن لو جت في النص هتعمل شيل اه ماشي وانا بقى لو بصيت من تحت لا ما فيش اي قوه افقيه خلاص ماشي تعال نبص في البدايه قلت في البدايه اخد سيكشن من اليمين ولا من الشمال اللي انتوا عايزينه شمال مش شمال يبقى اخد كل الشمال اللي تحت كله ماشي فانا عندي ايه عندي 10-75 طالع لفوق وعندي ناقص 6 طالع نازل تحت صح يبقى انا عندي 4-75 لفوق اطلع ولا انزل؟ يطلع فوق يطلع فوق يبقى اطلع 4-75 ماشي طب في الاخر احسب من اليمين ولا من الشمال؟ عايزين من الشمال ماشي خلاص يبقى عندي طالع فوق 10-75 صح؟ ناقص 6 ناقص 2 في المسافه دي 8 اللي هي ناقص 16 يبقى انا عندي 10-75 ناقص 6 ناقص 16 هيطلع لك ناقص 10-75 اتفضل. انا في اول سيكشن قلت لك في قوه في البيم خدناها في العمود. حلو. قلت لي عشان هي بتاثر على العمود بتشد. حلو. هنا الاربعه برضه نفس الكلام ايه الفرق؟ لا واحده قلت تاني كده معلش. لما كان في قوه في البيم قلت لك خدناها ليه في العمود؟ ايه علاقة قلت لي عشان هي بتشد العمود. حلو. حتى لو هي في البيم. حلو. الاربعه نفس الكلام. ماشي بس ايه الفرق؟ ماشي. يعني انت بتتكلم عن الحلقه الاولانيه صح؟ اللي هي كانت كده صح؟ ماشي؟ وانا كان عندي ديستريبيوتد صح؟ صح كده ولا ايه؟ تمام تمام فانت بتقول لي ايه؟ بتقول لي دي كده 1.5 ماشي انا بقول لك ايه؟ حسبت في بدايه البيت دي في اي شير؟ لا زيرو في نهايتها تمام اه عندي شير تمام هنزل ايه؟ 1.5 1.5 صح؟ ماشي فلما جينا نحسب النورمال فورس دايجرام قلت لك ايه؟ قلت لك انا بقطع هنا في بدايه الايه العمود واروح حاسب كل الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت اللي هو من شمالي او يميني صح؟ طب انا حسبت من فوق تمام انا كان عندي ديستريبيوتد لود كده المحصله بتاعته 1.5 وخدت السكشن هنا فانا عندي 1.5 صح والواحد ونص دي داخله عليا يبقى بتعمل ضغط صح فهي الواحد ونص اه بتعمل يعني الواحد ونص دي تمام ما ديستريبيوت اللود ده عمل لي شيل على الكاميرا وعمل لي نورمال على العمود فعلا تمام ونحمل عليها لكن هنا انا بقول لك ايه بقول لك انا حسبت في البدايه اللي هي في العمود في اي قوه افقيه هيعمل لي شيل هيفضل زيرو 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 لحد ما اجي هنا تمام فكل العمود ده معلوش شيل الاربعه دي لما اجي اخد سكشن هنا تمام الاربعه دي افقيه صح فتعمل لي شد على الكاميرا صح ماشي تمام طب تعالى بعد السكشن انت مش لا فهمت لا هو جيت خدت العكس بتاع زيرو برضه بالظبط كده اه تمام ماشي تحسبه بقى طب تعالى احسب الشيل احنا قلنا ايه قلنا هطلع 4-75 هاجي في الاخر ايه تاني اللي ينزلني مش انا كان كنت 4-75 وعندي ناقص 2 في 8 يبقى ناقص 10
الناقص 11 ربع. او عايز اكسبها من اليمين فانا عدي من اليمين وطالع 11 ربع صح؟ يبقى اطلع ولا انزل؟ انزل صح؟ من اليمين وطالع انزل. يبقى هنزل هنا 11 ماشي. مش سهل الكلام ولا ايه؟ فاهمين ولا فاهمين؟ او هرسم بيني مونتا جرام ماشي. حلو بايديكم بس فريمات عايز حد يعني او البني مومنت عايز حد بس حل بايده يعني. حلو بايديكم قولوا لي المشكله فين ماشي. ماشي تعال نرسم بني مومنت دايجرام. البني مومنت دايجرام هنا بكام؟ زيرو. والبني مومنت هنا ده بكام؟ زيرو. ماشي مفيش فرصه يبقى ده كله بزيرو. طيب تعال نحسبها. البني مومنت هنا بكام؟ زيرو. هنا؟ أربعة. عندي أربعة تمام في ثلاثة صح؟ مش بتلف كده؟ يبقى دي السنة فين؟ لجوه صح ولا ايه؟ ماشي بقى هروح طالع كده أربعة في ثلاثة ل 12 ماشي؟ تعالى نبص على ايه؟ على الكانتيليفر في هنا كانتيليفر اهو ماشي؟ البيني مونت هنا بكام؟ كانتيليفر ده البيني مونت هنا بكام؟ وهنا؟ 6 في 1 6 المسافة دي 1 صح؟ يبقى 6 في 1 بتلف كده؟ ولا بتلف كده؟ من فوق سالب هو اللي ده لسه من فوق صح؟ اللي لسه من فوق هنا كده فاهمين ولا مش فاهمين؟ ماشي احسب هنا بقى ايه؟ يعني بحسب فين في بداية ونهاية كل منهم في بداية ونهاية كل منهم في بداية ونهاية كل منهم فاحسب هنا تعال نبص كده ايه؟ الجزء ده كله هاني علي صوتك بس قول لي بيه كانتليفر ده كده؟ لا دي دي كانتليفر اه اللي هو المي ده عيني حاضر تعال نحسب على الكانتيليفر الاول هنا المونت بكام؟ هنا المونت بكام؟ بزيرو صح؟ هنا المونت بكام؟ ستة في واحد صح؟ ادي ستة اهي في واحد بتلف كده ما عارف الساعة صح؟ يبقى ده ستة تمام دي الساعة فين فوق ولا تحت؟ أو بتلف ازاي؟ ما عارف الساعة وأنا بحسب من اليمين يبقى نجرب صح؟ يبقى أطلع فوق تعالى نبص على البيم من العمود من هنا لهنا العمود هنا بين الموت كام؟ بزيرو أنا هحسب هنا أنا عند أي ليجن جوينت قلنا هنحسب قبلها يعني بعدد النمبر أوف كونكتد ممبر بحسب هنا وهنا وهنا ماشي؟ يبقى شوف النقطة دي ماسكة كام ممبر وهاخد سكشن هنا وهنا سكشن هنا وسكشن ماشي؟ مش تعال نبص على السكشن هنا كده البيني مونت كام هنا بزيرو طب هنا اللي هو السكشن ده كده كام اللي هو كام في كام صح كده اربعه بيلف كده ولا بيلف كده اللي هو ما عارف الساعه ولا عارف ما عارف الساعه يبقى 12 طب انت لسه فين جوه ولا بره يبقى هو ده اللي ازاي بقى؟ احسب من تحت يا اما احسب من فوق. تحب تحسبه من تحت ولا من فوق؟ من تحت صح؟ قولوا لي بقى لما اخد سكشن كده البند المومنت عندي بكام؟ عشان انا عندي 6 في 1 6 في 1 تمام بتلف كده اللي هي معارف الساعه وعندي زائد 4 في 3 بتلف معارف الساعه برضه يبقى المجموع بتاعهم 18 يبقى انا عندي 18 بتلف ازاي كده ولا كده؟ معارف الساعه ولا عكس عارف الساعه؟ معارف الساعه هل السهم اللي جوه ولا بره؟ يبقى ده كده ال 12 خلاص؟ ماشي تعالى نمسك الاخر الاخر هنا معلش ماشي؟ انا بالظبط اداني دقيقتين لو عايزين نستنى ماشي تعالى احسب هنا كده ماشي؟ قولي لي البند المومنت هنا بكام؟ 4 في المسافه دي من هنا لهنا 3 ومن هنا لهنا 2 5 يبقى 4 في 5 زائد انا حافظ كل اللي معايا مش الفكره مش هو 3 3 ماشي يبقى 4 في 6
زائد كام؟ 6 في 6 يعني انا بص بقطع بحط كل ده تحت فانا عندي 4 في مساحه 6 زائد 4 6 في 1 صح؟ زائد 6 في 1 يبقى هيطلع لك 28 تقريبا لا 30 هيطلع لك 30 سهل الكلام ولا ايه؟ ال 30 دي بتلف مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ يعني كلهم بيلفوا كده مع عقارب الساعة ولا عكس؟ مع عقارب الساعة، بتلف الساعة من جوه ولا بره؟ طب بالنسبة بقى للكور كده ايه؟ تحبوا تحسبوه من الشمال ولا من اليمين؟ يعني الداتا كده تحسبوها من اليمين ولا من الشمال؟ الشمال من الشمال بكام بقى؟ نفس الكام ماشي تعال نبص بقى ادي الجوية بتاعتي لو هنا 30 يبقى ده ده هو برضه 30 بس كده ولا كده؟ عكس لا العكس اللي هو ده ولا ده؟ الاولاني صح؟ اه دي السنه فين تحت ولا فوق؟ تحت هننزل 30 ماشي يبقى هنا 30 طب وفي النهايه بين هيمون هنا بكام؟ تحسبه من الشمال ولا من اليمين؟ من اليمين من اليمين بين هيمون هنا بكام؟ بزيرو في اي قوه افقيه تعمل لي اي هيمون؟ ماشي يبقى مني الموت هنا بزيرو، لو هوصل ما بينهم عشان في بارابولا وهنزل من النص لدي الساعة. مهندس معلش، هي 30 دي يعني جت ازاي؟ جت ازاي؟ تاخد سيكشن وتحسب يا اما من تحت او يعني من الشمال او من اليمين. تعال نحسب من الشمال، فهتلاقي عندك ايه؟ تعال نحسب من الشمال اهو. مش انت عندك أربعة مضروبة في مسافة خمسة، أدي الأربعة في مسافة خمسة بتلف مع عقارب الساعة صح؟ أربعة في مسافة ستة معلش. زائد 6 في مسافه 1 برضه ال 6 دي بتلف كده ايه؟ مع عقارب الساعه. يبقى انت عندك 30 مع عقارب الساعه. ماشي؟ مع عقارب الساعه ده اللي هو كده. ادي المنبر اهو. مع عقارب الساعه كده ولا كده؟ ادي واحد مع عقارب الساعه اللي على اليمين صح؟ ماشي. يبقى ده السهم فين؟ تحت ولا فوق؟ لا انت مش فاهم صح؟ كده يبقى ده السهم فوق. مع عقارب الساعه. مع عقارب الساعه. احنا حسبنا هي الستة دي بتلف مع عقارب الساعة صح؟ 6 في 1 مع عقارب الساعة وعندك 4 في 6 مع عقارب الساعة صح؟ يبقى ده مع عقارب الساعة ولا ده مع عقارب الساعة؟ يعني ده كده مع عقارب الساعة؟ 30 ماشي ما انا بحسب من الشمال ده كده موضة مع عقارب الساعة ولا ثابت؟ موضة بعد ارسمه تحت اللي هو الموجب كده بس يبقى هنا 30 وفي الاخر بزيرو هوصل ما بينهم خط دوت وانزل من نص لبس 8 قول طب وانا بس مش فاهم انا حطيت 30 فوق خلاص ماشي تحت تقصد تحت يعني مش هي مش باينه انا حاطط 30 اهو لا مش فاهم فين؟ خلاص كده خلاص لو عايز يسال في حاجه يسال مش عايز خلاص